أروح معاكم لقضية الحلقة النهاردة. بعد الخبرين المهمين اللي أنا بدأت بيهم أنفرد معاكم النهاردة، وده انفراد على انفرادي لأن أنا الوحيد اللي اتكلمت في ده في مصر من هذا المكان ومن داخل هذا الاستوديو، وبرضه كنت طالع وحدي علشان في حاجات بحب أوثقها للتاريخ. شكل الدوري الممتاز، من هنا قلت أنه دوري استثنائي. بالأمس الرابطة اجتمعت وقلت لكم كل التفاصيل، وحتى لا أكرر ما حدث، ولكن أبدأ بتوجيه تحية تانية لرابطة الأندية المصرية وللنائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية وعضو مجلس الشيوخ، والشكل الحضاري اللي ظهرت به المتحدة برئاسة الموقر السيد محمد يحيى لطفي والسيد سيف الوزيري. محمد يحيى لطفي رئيس مجلس الإدارة للمتحدة للرياضة، وسيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة المتحدة للرياضة. النهاردة في أمور بتتنظم من أجل صالح الكرة المصرية، وكأننا أمام ثورة، وأنا قلت هنا انتظروا ثورة كروية حقيقية ستكون بداية انطلاقة لعهد جديد مع الكرة المصرية. الشكل والحضور والتوهج اللي كان في اجتماع الرابطة خلى الناس تتفائل، فالمزاج العام من امبارح إيجابي جدا مع رؤساء الأندية، والكل يثني عليهم في أنهم تحملوا مسؤولياتهم بأمانة وباحترام، وعلى الرغم من أن كان في الماضي المصلحة الشخصية بتغلب على كنب صادق، وكل نادي يبحث عن مصلحته، وأنا قلت القعدة دي كانت السنة اللي فاتت وتقال نفس الكلام، ووقع رؤساء الأندية على دوري طويل على مسؤوليتهم، ولما غرقت المركب الكل نط منها وقعدنا نتهم هذا وذاك بحاجات خزعبلية وشيطانية ما أنزل الله بها من سلطان، وبدأ يتصدر المشهد الهلافيت واللي مش فاهمين واللي بيدعوا المعرفة، وده أصعب شيء إن يتصدر مشهد كروي حد ما فهمش أو هلفوت أو مش فاهم لوايح. بتكلم بصفة عامة لا أتهم أحد، والسوشيال ميديا مليانة من هؤلاء، فحبوا يصدروا مشهد ان كرة القدم المصرية في الضياع، فكان لابد من وقفة. البداية كانت مبشرة زي ما السوشيال نقل على لسان بعض هلافيت السوشيال وبعض اللي عايزين يقللوا من قيمة هذا البلد العظيم حتى كرويا، النهاردة كان المزاج العام على السوشيال عالي العال، والناس بتتكلم عن تواجد الخطيب وعن تواجد رؤساء الأندية الشعبية وعن موقف الخطيب، وكلام صديقنا محمد بن صلحي اللي قال لك الخطيب أنصف الأندية الشعبية، لما يتكلم الخطيب لازم كله يسمع، قال لك أنصف الأندية الشعبية وهو من طالب وقدم مقترح الاثنين هبوط، وخرج أعضاء من اتحاد الكرة وأعضاء من الرابطة اتكلموا على أن الخطيب طالب بتطبيق اللوائح بلا استثناءات بما فيها أن يهرم الأهلي من كأس مصر والموسم الماضي لأنه انسحب من النسخة دي فلازم يعاقب ألا يشارك في النسخة التالية، وناس سربت حاجات كلها أسعدتني، ومطالبة الأهلي أنه لازم لجنة الانضباط تطبق ما يأتي إليها، ولجنة المسابقات واللجان المختصة لا تنتظر الانضباط ما دامت لوائحها يسير عليها الحالات اللي بتجيلها. الزوم اللي اتعمل مع الشركة الألمانية واستماع الناس، الاجتماع اللي امتد لست سبع ساعات، البداية خير، البداية حلوة، فلازم أشكر المتحدة وأنحني لها تقديرا واحتراما، ومعها رابطة الأندية ومعها اتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علم، فده مهم سواء مجلس إدارة اتحاد الكورة أو رابطة الأندية ورؤساء الأندية كبارات الليلة كبارات القوم علية الحدوتة، يعني دولة صفوة الحدوتة ودولة الكرة المصرية تجمعت في مشروع الهدف في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وكانت القرارات اللي انتوا شفتوها. تعال نروح بقى لمزيد من التفاصيل لأن حصل لغط. أنا انفردت إنه موسم استثنائي من شهرين،
واخد بال حضرتك؟ تعال بقى نشوف تفاصيل هذا الموسم الاستثنائي. اللغط اللي حصل ان ناس كتير اتصلت بيها قالتلي ما زلنا مقتنعين انهم هم يقصدوا سنتين استثنائي. خلينا كده على الشاشه نشوف التفاصيل بدقه. اولا احنا عندنا تم الإعلان عن شكل الدوري الموسم الجديد 24-25 أنه موسم استثنائي. يعني إيه موسم استثنائي يا فندم؟ يعني إيه موسم استثنائي؟ أنه يتم لعب الدوري الممتاز على شكل دوري المحترفين اللي أنا اخترعته من هنا. خلي بالكم كنت صاحب الانفراد السنة اللي فاتت وقلت لكم النسخة البلجيكية والناس قعدت تتريق، هي دي النسخة البلجيكية بقى. شكل الدوري المصري موسم استثنائي. الموسم الاستثنائي ده 18 فريق يلعبوا دوري الدور الأول كامل في 17 جولة، يعني هيلعبوا دوري القرعة بتاعته 12 من 17 مباراة. بعد ذلك بعد ال 17 مباراة نبدأ نبص للنقاط ونقسم الناس اللي لعبت ال 17 مباراة اللي هم ال 18 لمجموعتين. المجموعة الأولى تضم من الأول وحتى التاسع طبقا لجدول الدور اللي اتلعب، تقام 9 جولات يتم المنافسة من خلالها على الآتي. التسعة اللي فوق يعملوا الآتي: التسعة اللي فوق يتنافسوا على بطل الدوري ويتنافسوا على الوصيف اللي هيروح دوري ابطال افريقيا، والاثنين اللي هيروحوا الكونفدراليه، والخامس يبقى معروف لو في بطوله عربيه يبقى معروف انه ده اللي هيروح لو اتعمل بطوله عربيه للانديه. اما التسعه التانيين فدول سيتباروا من اجل هبوط فريقين. ناس كتيرة جدا قالت لك الناس اللي في المنطقة الدافئة ممكن يفوتوا والدنيا ما تبقاش ظريفة. في مقترحات حاليا بتدرس لعمل حوافز للمراكز المتقدمة في المنطقة الدافئة تشجع أكثر على ألا يكون هناك لغط أو شك، لأن موضوع المراهنات اللي انتشر، وأنا هنا بحيي الحاج محمود الأسيوطي الذي قدم بلاغا رسميا ليكون أول رئيس نادي يتصدى لموضوع الرهانات اللي بيخرب في عقول أولادنا. هنا في المنطقة دي يظهر المراهنات والشمال والحرام في التسعة اللي تحت بالذات، خصوصا اللي ضمن البقاء مبكرا وكان مثلا الاول في التسعه الثاني الثالث، لان هيبقى الثامن والتاسع هم اللي هيهبطوا. ففي حاجات ان شاء الله ونثق في ضمير الناس. طبعا ما فيش نادي هيبيع ولا ده ولا نشكك في ذمم احد، ولكن مزيد من الشفافيه. بعد كده حضرتك الاثنين اللي هابطين ينزلوا تحت لدور المحترفين ده، يبقى بكده هنلعب في الموسم 26 جولة بدل من 34، ووفرنا شهرين بثمان جولات. ينطلق الموسم 30 أكتوبر، ده البداية التي أعلنت، وينتهي في 6 يونيو 25. تعال بقى أوريك الجدول معانا لو سمحت. الجدول معانا بس عشان نبقى في مزيد من الايضاح اهو. الدوري استثنائي من دور واحد اهو، اللي عندك الاخضر ده اللي هيتباروا التسعه على البطل والوصيف والاثنين بتوع الكونفدراليه، والخامس لو كانت في بطوله عربيه، والاحمر كلهم بالعشر من العاشر للثامن في المنطقه الخاطره، الثامن عشر دول التسعه في المنطقه الخاطره كلهم بالعلامه الحمراء، يعني كلهم معرضين للهبوط ليهبط فريقين في نهايه المشوار. وده يعني مخلي الدنيا مولعة نار. تعال اوريك برضه الهيكل بتاع البطل هيطلع ازاي اهو، زي ما انت شايف بطل الدوري والتاني دوري الابطال، التالت والرابع كونفدرالية، خامس البطولة العربية ان وجد. هنا بقى دول اللي احنا بنحكي فيهم يا جماعة، دون تشكيك سادس سابع ثامن تاسع، واخد بالك انت؟ دول خلاص امانهم. هل هيفوتوا الدول؟ مستحيل. نفس الوضع بالنسبه للتانيين، لو جينا للتانيين لو معانا الاحمر رجع لي تاني،
هتلاقي حضرتك يا فندم ايه، لا مستحيل نقدر نشكك في حد هيكون في الامان من فوق، اللي هو التسعه بتوع الهبوط يا جماعه اللي بالاحمر، التصميم اللي قبل ده. مستحيل تقدر تقول حد، ولكن حتى لا تجد يعني. بص هنا العاشر ال11 ال12 ال13 دول ممكن يضمنوا البقاء مبكرا، ومعاهم الاربعه، يبقى في اربعه دول او خمسه ضرب نار، دول وهم ضامنين الثلاث اربعه دول اللي في التسعه اللي هينافسوا على الهبوط، هل هيفوت اللي تحت؟ ده الكلام اللي احنا بننور بيه لعله يكون هناك اقتراح قوي يخلي الدنيا اكثر شفافيه. فخلي بالك من النقطه دي، لان ده مهم جدا جدا جدا. كنت بتكلم مع اكتر من رئيس نادي، والكل اجمع، حتى كانت في مكالمه مطوله النهارده بيني ما بين المهندس المحترم محمود بيه اباظه نائب رئيس مجلس اداره نادي بتروجيت، وكلمت برضه العديد من رؤساء الانديه واللي كانوا حاضرين. الكل قال لي كلمه جميله جدا: علينا ان نتحمل مسؤوليه الكلمه انه موسم استثنائي. خلاص موسم استثنائي، يبقى لازم نساعد بعض ان نتعدى هذا الموسم الاستثنائي. لا صحة بالمرة بان اتفقوا على ان يكون اتنين موسم استثنائي، 24-25 و25-26. هو موسم استثنائي واحد، وهيقعدوا في شهر 3 ولا 4 او بالتحديد كما جاء بعد 6 شهور. دول هيقعدوا بعد 6 شهور عشان يحددوا يا فندم شكل الدوري ل25-26. طب هل ممكن يكون استثنائي؟ انا بقول لك من دلوقتي وخد الانفراد ده، سيكون استثنائي. لان 25-26 عندنا كاس عالم وعندنا كاس امم، والاجنده مزدحمه جدا عن هذا الموسم، ولازم نفك كل الاشتباك. لكن لو احيانا الله وجينا 26-27 بإذن الله، لو كنا من أهل الدنيا وحيين، تاخد دوري صحي بقوام 10/10، ما فيهوش ديفوهات ولا في لف ولا في دوران. كمان واحنا بننفرد بتفاصيل مهمة، خلاص رئيس لجنة الحكام لهذا الدوري أجنبي، وده كانت رغبة الأندية والموضوع منتهي. بعض الناس بيقول لك اتحاد الكرة يخضع للأهلي ويخضع للزمالك، يا باشا اللي يخضع يخضع، هو أجنبي، احنا لنا دعوة بالخبر، مالناش دعوة بالتفاصيل بتاعت السوشيال ميديا. لنا دعوة بالخبر، مالناش دعوة بالتفاصيل بتاعت السوشيال ميديا. يبقى النهارده رئيس لجنة حكام أجنبي، وإدارة من شركة ألمانية متخصصة، سيكون هناك مؤتمر صحفي تفصيلي، اللي شافوه الأندية هيشرحوا للإعلام هيشتغلوا ازاي، وهيكون مؤتمر صحفي كبير جدا لمسؤولي الشركة الألمانية، هتشرح آليات العمل مع الاتحاد المصري ورابطة الأندية في موضوع الدوري الممتاز، عشان بس الأمور تبقى على ما يرام.